ولا حاول عندي ونهار نجي خويا نكار نهار وهين ما قدمونا شيء لشتاء ما قدمونا هالبطانيات هذا نيشل هذا هالبطانيات الله وكيلك غير ما في ما في واحنا وشذي نسوي يعني شيء ما قدمونا شيء بدنا الصوبه بدنا اكل نطبخه اريد سكر شاي اريد حشيش اريد محكرونه اريد رز اريد برغر اريد نطبخه هالوجبه بليه تجينا يا يعني ناس تاكل ناس ما تاكل يكفينا ما يكفينا هذا اكل ها جابت اكل نظيفات جابت اكل للخيمه ذي هذه لا نظيفات ما شيء جاكم جيش الحر وانهزمنا وطلعنا بهدومنا هاللي هدوم ولا لابسين هنا نغسلهن ونلبسهن 10 ليال عندك 10 ليال عند الاخر 5 ليال عند هذاك والله انا لمن ما جينا شرق الحسكه ومتنا من الجوع ما معانا شيء طلعنا أنا الله مع الصابرين وجينا على المخيم هنا وإنا يومين والله جوعانين جينا تناكل تنشبع تلبسونا ينومونا التقديم هاي المساعدات يعني لمخيم بدك تجهزه ل نازحين من رأس العين كامل فنحن لحالنا ما راح نقدر نشيل هذا العبء الكبير لأنه العدد راح يكون كبير يعني يوم عن يوم راح يزداد العدد طبعا الكل بيعرف أنه بعد ما صارت الأحداث الأخيرة أغلبية المنظمات أو فيك تقول أغلبية زايدة كمان كلهم انسحبوا وصاروا عم يقدموا دعم من بعيد لبعيد طبعا نحن كمان عم يجينا دعم هلأ من بعيد لبعيد يعني نحن كوسيط عم نشتغل هون عم يبعثوا دعم نحن على أرض الواقع عم نشتغل ام حاضر كنا بوان منظمات الخير خاص وقت بعد جبنا عقلان جيب تنسيق هيك الحمي منظمات الدولية هي تايبت بشتي انفان هذه كانت جينا قدرنا ان نوصل المساعدات الى اهالينا في روش افا خلال 72 ساعة عكس المنظمات الدولية الذين هجروا المنطقة هذه القافلة الخامسة الذي استطعنا الإيصال إلى أهالينا في روش آفا وتنسيقنا مع هلال الأحمر الكردي في روش آفا هذه القافلة متكونة من 30 سيارة كبيرة محملة بالمواد الذي يحتاجه المخيم